ابنك يقول لك يا بطل هدي يا هار، ابنك يقول لك يا بطل هدي النهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي النهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي النهار. العميد أركان حرب محمد الوليلي كان يشغل منصب قائد لواء الغواصات البحرية المصرية، رشح من قبل القوات المسلحة المصرية للعديد من البعثات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين وغيرها. حصل على الماجستير ثم الدكتوراه في سلاح الغواصات، له أبحاث عديدة لتطوير سلاح الغواصات وخاصة النووية منها. اختير ضمن 39 قائدا للبحرية على مستوى العالم لبعثة للولايات المتحدة الأمريكية عام 94، وكان صورة مشرفة لمصر حيث بهر العالم بدراساته وأبحاثه. قام بالعديد من المناورات البحرية للغواصات في الاحتفال بيوم البحرية لأعوام عديدة، وحين زار الرئيس حافظ الأسد والملك فهد والرئيس السابق مبارك قصر رأس التين عام 96، كان من القائمين بشرح بعض التفاصيل الخاصة بالغواصات، وفي هذا اليوم كان آخر عهده بالحياة. أتغيب عني وأمضي مع العمر مثل السحاب، وأرحل في الأفق بين التمني، ويوما أضيع ويوما أغني. أتغيب عني وأعلم أن الذي غاب قلبي، وأني إليك وأنك مني. أتغيب عني فأسأل نفسي ترى ما الغياب، بعاد المكان وطول انتظار. Relax. Take your time. ماذا أقول وقد صرت بعضي؟ أراك بقلبي جميع البشر، وألقاك كالنور مأوى الحيارة، وألحان عمر شجي الوتر. وإن طال فينا خريف الحياة، فما زال فيك ربيع الزهر. أتغيب عني فأشتاق نفسي، ويمضي بي العمر في كل درب. أسافر عمري وألقاك يوما، فإني خلقت وقلبي لديك.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ودعت أيامي وودعني الشباب، لم يبق شيء من وجودي غير ذرات التراب، فلقد غدوت اليوم جزءا من تراب، ورحلت يوما للسماء وبنيت قصرا من ظلال الحب في قلب العرب، ودعوت للقصر طيور وزرعت حول القصر زهرا ياسمين. قد كنت دوما تعشقين الياسمين وجمعت كل العاشقين، فتعلموا مني الوفاء، سأظل رمزا للوفاء، والآن يا قلبي أعيش وحدي في السماء، فإذا تلاشى العمر يا عمري ستجمعنا السماء فيها الوفاء. ما أجمل الأيام في دنيا السحاب، لا غدر فيها ولا خداع ولا ذئاب.